بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ الدنيا ربيع والجو بديع. عاملين النهارده شغل بقى، ايه الربيع كله بقى، وحاجات خطيره والرنجه وحاجات ظريفه جدا ان شاء الله تعجبكم. اقول لكم بقى احنا هنعمل ايه. بصوا، هنعمل رنجه مخليه، هنخلي رنجه بشكل ظريف جدا وبسيط بالطريقه اللي انا بحبها، هقولها لكم. وكمان هنعمل يعني سلطه رنجه. بعد ما نخلي الرنجة هناخد منها كده ونعمل سلطة رنجة ظريفة جدا، بس انا بحب الرنجة المخلية لوحدها خالص كده احلى بصراحة. بس انا هعمل ده وهعمل ده، وهنعمل كمان بقى البيض الملون، بيض شم النسيم. هقول لكم بقى على فكرة جديدة خالص، يعني محدش عملها وسهلة جدا، ومش انت بقى لا هتلوني ولا هتبقي خايفة الولاد الالوان، ولا هنحطها في الوان طبيعية، طب الوان معرفش ايه، لا هتعرفوا فكرة يعني بسيطة جدا جدا وسهلة، يعني الولاد كمان هيعملوها لوحدهم من غير ما انتي توجهيهم. واخر حاجة هنعمل كوكيز الشوكولاتة الملونة بالشوفان. ده كوكيز كده ظريفة جدا، هنحط لها شوفان وهنحط لها كمان شوكولاتة كده اللي هي الصغيرة الحلوة اللي كلها الوان دي، عارفينها طبعا، هتبقى ظريفة جدا علشان بعد الرنجة نحلي كده ايه ببسكوتات لطيفة ان شاء الله تعجبكم. الرنجة المخلية وسلطة الرنجة. بصوا يا شباب، معايا بقى ايه؟ رنجة. شوفي بقى انت عايزة بقى رنجتين تلاتة اربعة براحتك. معايا عصير ليمون، كمان معايا خل وزيت وشرايح من الليمون، خس بقى وبصل اخضر وعيش بلدي، وتفضلوا معانا بقى. ودي هتبقى ايه؟ الخلي الرنجة. سلطة الرنجة بقى هنعمل ايه؟ معانا قطعة من الرنجة المخلية متقطعة، هنقطعها برضو بعد ما نخليها، ومعايا 3 معالق كبار من الزيت، وبصل احمر متقطع صغير، وطماطم كمان متقطع صغير، وده يعني حسب راحتكم ممكن تستغنوا عن الطماطم، وفلفل رومي اخضر متقطع صغير، وطبعا زي ما قلت لكم عيش بلدي بقى ايه، وفي حلقات من الخيار، طماطم شيري او طماطم شرايح عشان يعني نفردها كده حوالين سلطه الرنجه، وشويه بقدونس، ومعايا كمان طحينه. الطحينه ممكن هنخففها كده، هقول لكم برده ايه، نعمل صوص كده ايه للسلطه، هيبقى ظريف جدا. وبس خلاص، وادي الرنجه الظريفه بقى ايه، عايزه اجيبها هنا كده جنبي، تعالي يا حلوه هنا. ومعايا بقى مقص، ومعايا كمان سكينه، نجيب بقى العده كلها بس كده. اول حاجه بنعملها بنقص الديل كده اهو، قصينا الديل. عندنا الراس، بنقص الراس برضو كده اهو. لو المقص عندك قوي ايه، بالمقص او بالسكينه، تمام. عندنا بقى الظهر وعندنا البطن، طبعا عايزه برضو اقص دول. هنعمل ايه بقى؟ من عند البطن اوكي، هنفتحها، هنيجي هنا كده ونفتحها برضو، دي نقصها تمام كده اهو، ونقصها برفق بس عشان البطارخ ايه ما تتهريش مننا. طبعا انتي بقى عايزه تعملي بالسكينه على طول او بالمقص، الاسهل لك كده اهو كده اهو. طبعا وانتي بتشتري الرنجه بقى ايه، بيدوسي كده على بطنها عشان تتاكدي انها مبطرخه وملظلظه كده وحلوه بس كده اهو. عندنا بقى ايه، البطارخ الظريفه ايه، البطروخ الناعم، جميل جمال، يا نهار ابيض يعني خطير. نحطه هنا كده ايه على القرمه كده هنا جنبي، وايه اسلك اي حاجه مش متسلكه، واجي بقى ايه هنشيل كل الكلام ده، كل في البطن ده هنشيله كده. وانا معايا هنا كيس بقى هحط فيه كل هذه الشوائب كده، وبالسكينه وايه هنقطع كده الرنجه ونسلكها كده ايه بالسكينه كده اهو. بس كده عندنا طبعا السلسله، وعندنا بقى كل الكلام ده كحته كده بالسكينه كده اهو،
كل الكلام ده كده، وهنا نفس الحكايه. وسلسله بقى ايه، سلسله الظهر بتاعت الرنجايه بالسكينه كده، ايه بالراحه هسلكها كده اهو. ضغط كده بالسكينه بالراحه عشان ايه تسلك معايا السلسله وتتشال على طول كده. خلاص شلناها، وننضف بقى ايه كل الكلام اللي على الجناب ده، كل اللون الغامق ده كله يتنضف كده اهو كده اهو. وبعدين بقى بالمقص نقطع كده الجزء ده كده اهو، وهنا برضو نفس الحكاية بالمقص هنقطع ايه الجزء ده مش محتاجينه كده اهو. في هنا اي شوك بقى شيليه برضو، ان في هنا حتة كده من السلسلة اللي كانت قدام اهي شلتها برضو. شيلي بقى كل الشوك ده وروق الدنيا كده اهو. انا بحب الرنجة المخلية بس كده، يعني انا هعمل لكم احلى طريقة انا بحبها اكل بيها الرنجة اللي انا بعملها دلوقتي دي. هنخليها وهقول لكم هنحط عليها ايه كده اهو. وبقى ايه السكينة هنقطع كده، نقطع السكينة الحامية التانية دي بس كده. عايزة بس ايه اشيلهم كده، اشيل كل الكلام ده على جنب، نضف. طبعا انت ممكن تعملي الكلام ده على ورق بلاستيك هيبقى انضف حاجة. وهنيجي بقى ايه عند الجلد بتاعها، طبعا الجلوفز بقى هيبقى مزفلط معايا بس ايه برضو هحاول علشان تخلعي ايه الجلد بتاعها. هذا الشكل الظريف هتلاقيها ايه اتخلعت معاكي على طول كده اهو، وهيبقى هو ده كده فليه الرنجة. مش الجلوفز ايه مخليه مزحلق شوية بس كده. ادي فليهية ظريفة جدا، وبرضو كل الشوك اللي انا شايفاه ده بشيله او تكحتيه كله برضو بالسكينة تلاقيه طلع برضو كله معاكي كده اهو. بس احطها بقى ايه في الطبق الظريف ده هنا كده واجيبه جنبي، بس انا مش عايزه اوسخ الطبق هخليها هناك لغايه لما ايه اعمل دي كمان. ونغير الجلوفزات، بصوا ايه بقى قشر زياده كده، قصدي اسمه ايه ده الشوك ده هحطيه كده بالسكينه على طول. وبرده ايه هنقشرها خالص كده اهو. اهي دي الرنجاية التانية الظريفة اهي حطها. قولولي واحنا عندنا وقت قد ايه اخلي التانية برضو، احنا عندنا وقت قد ايه قولولي بس. طب كويس اوي عشان بس ما تخضش، عشان انا عايزة اعمل رنجتين بصراحة كده. ريحة الرنجة بقى ايه يعني عاملة لي انا جوع فظيع. عايزين نحط البطارخ دي برضو كده هناك كده اهو، نحطها في لا نخليها بعيد شوية كده هنا كده البطارخ.
ريحتها جبارة بنت الايه. كده اهو يا سلام يا سلام على البطارخ الظريفة. تصدقوا انا بحب جدا البطروخ الناعم، يعني في ناس ما بتاكلش خالص البطروخ الناعم، لكن لا انا بحبه قوي، بحبه اكتر من البطروخ مع ان هو يعني الناس تقول لك احسن حاجة البطروخ اللي هو الخشن، بس انا مش عارفة ليه بحب البطروخ الناعم، مش عارفة. كل ده كده والسكينة نفتح كده اهو، نوسع السكينة، مش حامية خالص وغلسة، بس برضو انا ما بيهمنيش الكلام ده. كده اهو بس كده، نقعد بقى ايه نكحت كل ده. طب نجرب السكينة دي برضو تاني، نشيل كل الايه الشوك ده من اللذينة ده وكل السواد اللي مكان البطن ده كله كده. الناحية التانية كمان نشيل سلسلة الظهر كده، نحاول كده نخلعها بالراحة عشان ما نهدرش كمية لحمة كبيرة، على قد ما نقدر، انها اوقات بتبقى لازقة ورخمة. بس كده تمام اهو، نشيل ده كله كده، نكحل ده برضو نفس الطريقة كده اهو. بس هنا كده برضو شوية شوك نفصلهم كده كده اهو. بس كده وبالمقص بقى نقص الطرف ده كده نبعده بعيد. قرمة عمالة ترقص معايا برضو يعني ومغلباني. كده اهو يا قرمة، اثبتي انتي رايحة فين؟ طب انتوا مش متخيلين انا دروخت من ريحة الرنجة بقى ونسيت البرنامج دلوقتي يا جماعة، وايه انتوا مش متخيلين دروخت وعايزه اقعد اكل رنجه بقى الصراحه. كده اهو احنا دلوقتي عندنا فاصل خلاص. طيب تمام، انا كده خلاص نضفتها، كل اللي انا هعمله ان انا هقشرها برضو زي اللي انا عملتها قبل كده، وهنروح لفاصل بسرعه جدا جدا ونرجع بقى اقول لكم ايه هنحط عليها ايه ونعمل ايه وكل الكلام ده. خليكم معانا، سوف اعود ان شاء الله. انا جيت خلاص الرنجة اهي اتخلت وظريفة بشكل يا جماعة فظيع. هنعمل ايه بقى، او انا مثلا بعمل ايه علشان اديها كده طعم ظريف؟ بحط لها ليمون وخل، دول اساسي، وزيت، دول اهم حاجة وبس كده. بعملش اي حاجة تانية غير كده، بس انا ايه عايز احط الليمون والخل والزيت في بولة الاول، ادوبهم مع بعض وبعدين احطهم على الرنجة، مش عايزة احط كل حاجة لوحدها كده، لا فاهمين قصدي. انا هجيب كده بولة صغيرة وهحط مثلا اتنين معلقتين من عصير الليمون وعليهم معلقتين خل، تمام، ومعلقة ايه زيت او معلقتين زيت
تمام تمام يا نهى. اوكي وهنقلبهم بقى كده، ليمون وخل وزيت، بنحط ده على الرنجة ونسيبه كده مثلا ايه 10 دقايق. وبعد كده بقى تاخدي لك واحدة بقى مع العيش الطازة الحلو الفظيع اللي انا مش قادرة، سندوتشات بقى واديله او غمسي عيش حياتك. كده اهو، كده اهو، ده بقى يعني تخلي والبطارخ كمان لو تحبي، لو عايزه تاكلي البطارخ بس لوحدها كده مفيش مشكله. بصوا بقى الخل بالزيت والليمون ده يخليه كده ايه يتوغل في الرنجه زي ما انتم شايفين، ملها بقى ايه طعم رهيب ملوش حل، انا بحبها كده جدا تحفه. عايزين بقى نعمل سلطه الرنجه، استنوا بقى ايه نجيب القرمه الظريفه الصغنونه دي، ده كده ايه يعني الرنجه لو هتاكليها كده على طول. طيب لو عايزين بقى نعمل سلطه رنجه، هجيب الرنجه دي ومعايا سكينه ظريفه، بس احنا بقى القرمه دي صغنونه. طب استنوا بقى ايه ناخد القرمه الكبيره اللي تحت دي على طول، بس كده ناخد ايه الرنجايه الحلوه دي كده نحطها هنا كده وايه وهنقطعها كده اهو مكعبات كده، تقطع مكعبات كده احلى بكتير ما انها ايه يعني تاخد لها فرمه في الكبه والكلام ده بصراحه، لكن كده انت بتاكلي ايه قطعه رنجه كده ظريفه مع العيش بتبقى احلى، غير لما بتبقى ايه مفروض كده مثلا اهو. خد لنا واحده كده كمان كده اهو، نقسمها كده من النص كده اهو، وبرده تتقطع مكعبات بهذا الشكل الظريف كده اهو. بس كده قطعنا رنجاية ظريفة، عايزة تقطعي اكتر من كده طبعا مفيش مشكلة، دي كده رنجاية على بعضها. هنعمل ايه بقى، عايزة اجيب ايه البولة الظريفة دي كده واحط فيها الرنجة اللي احنا مقطعينها مكعبات كده، وتضيف لها بقى بقية المكونات اللي هي شوية من البصل الاحمر، حط عليها كده ايه بصل احمر، شوية من الفلفل الأخضر الرومي كده اهو، شوية من الطماطم كده اللي بيها كده تمام، وممكن بقى ايه تحط لها معلقة كبيرة كده من الطحينة، بس ايه لما نغرفها في الطبق الأول، فأنا ايه هروح للطبق ده وايه احط كده. بصراحة دي سلطة الرنجة المفضلة ليا برضو، ان القطع الرنجه تكون متقطعه مكعبات كبيره كده وباينه تمام، ومعها بس بصل احمر وفلفل رومي اخضر او ممكن كمان فلفل حامي، طماطم كمان، ونحط لها بقى كمان ايه معلقه طحينه كده على الوش وزيت. اخد كده الطحينه الظريفه دي لو تحبوا برضو كده اهو، حاجة كده خفيفة خالص من الطحينة تمام، خلي طعمها ظريف قوي. خلي بالكوا احنا كده كده اصلا حاطين على الرنجة خل وليمون، فما فيش مشكلة خالص مش هنحتاج نعمل حاجة تانية، عندنا بقى ايه شوية ايه خيار كده الجنب مثلا، طبعا انتوا عارفين ان الخيار بيحب الرنجة كده اهو، ممكن كمان بقى ايه طماطم تشاري كده على الجنب او مكعبات طماطم زي ما تحبي. بس كده فاضل بس ايه نحط
شوية زيت على الوش من فوق. غير بس كده الجلوفزات عشان الحق اقول لكم على البيض بتاعي عشان من النسيم الخطير كده اهو. الزيت بقى رشة كده ايه خفيفة خالص من الزيت، ممكن كمان على الطماطم والخيار كده اهو. بس بالهنا والشفا، خطيرة. عايزة ايه نحط الرنجة دي كمان حلوة دي هنا كده، نخليها طب في المحلول بتاعها ده كده شوية هي والبطارخ الظريفة لغاية لما نحطها في الطبق الكبير اللي فيه الرنجة هناك ده، نخليها هنا كده. دلوقتي عايزة ألم بقى أشيائي دي عشان نبتدي على طول في البيض الظريف. نلم الكلام ده كده نحطه هنا. أقول لكم بقى إيه الحكاية، فكرة البيض بقى النهاردة بصراحة يعني أنا شايفاها أحلى حاجة في الدنيا، سهلة جدا وتحفة. هيبقى معانا بيض مسلوق، تسلقي البيض عادي خالص. وجايبة إيه بقى أنا معايا؟ جايبة مناديل، المناديل بتاعة السفرة، هوريكوا شكلها دلوقتي حالا كده. ايه نضف الكلام ده كله، وسع مكان عشان تشوفوا معايا. بس كده ادي البيض وادي المناديل، هوريكوا ايه الحكاية كده. جيب بس العدة كلها تمام، وهجيب كمان بولة بقى صغيرة نحط فيها مية كده اهو. بس بصوا بقى المقادير معايا ايه. بصوا يا شباب، معايا بيض مسلوق تمام، بيض ابيض مسلوق، معايا بقى ايه مناديل مطبخ او مناديل السفره بتاعه اعياد الميلاد دي، عارفين بصوا شكلها اللي بنحطها كده ايه في عيد ميلاد الولاد مع الاطباق بتاعتهم، بتتباع في المحلات بتاعه ادوات مستلزمات اعياد الميلاد والكلام ده كله كده. مفرش، منديل، مناديل. ايه بقى هي الفكره؟ طبعا معايا كذا شكل بقى عايزه اوريكم، مثلا دي ربيعي قوي، بصوا عامله ازاي كلها وردي 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 ظريفة جدا وشكلها حلو وكلها ايه الدنيا ربيعة. هنعمل ايه بقى؟ بصوا البيضة المسلوقة وده بالمقص، تعالى يا مقص، هنروح على الرسومات اللي موجودة على المنديل وهنقصها. طبعا دي مهمة ظريفة ممكن الولاد يعملوها، كل واحد يبقى معاه المقص بتاعه ومعاه البيضة المسلوقة بتاعته وطبق كده فيه شوية مية ونقصقص بالشكل ده تمام. هيبقى عندنا ايه، قصيت المنديل مثلا شكل النحلة الظريف اللي موجود في ايدي ده، حطه هنا كده. عندي هنا مثلا ورد اهو، هنقص الورد كده اهو بأي شكل كده خلاص يعني، ونفرغه كده ونظبطه بالمقص كده اهو. بهذا الشكل الظريف. ونعمل ايه بقى؟ اهو بقى معانا وردة. في بولة المية دي همسك كده البيضة المسلوقة هحطها في المية فهتبقى مبلولة هتتبل، هرفعها كده خدي مالكم معايا. حطيتها في المية البيضة المسلوقة واهو كده تمام. بصباعي بقى ده كده هجيب المنديل اللي هي الوردة اللي احنا قصيناها مثلا، وهقوم ايه لزقاها كده على البيضة كده ودايسة عليها. هاخد مثلا ايه نفس الوردة برضو عشان البيض كله يبقى لون ورد واحد، هو المنديل ده دبل. انا عايزة ايه احط بس
اللي على الوش دي كده اهو، وبايديا المبلوله كده هتك، هنبل المنديل بالشكل ده. بعد ما نخلص البيضه بصوا بقى شكلها ايه، كده كاننا رسمنا عليها بالظبط، ظريفه جدا كده. الولاد بقى ايه هيسيبوها، هنسيبها مثلا على كاونتر زي ده كده، على البتاعه دي كده مثلا، لغايه لما تنشف. هتاخد لها مثلا ايه 10 دقائق ربع ساعه عشان الميه اللي احنا ثبتنا بيها ولزقنا بيها البيض تنشف. تعالوا نعمل واحده كمان معانا مثلا الورده الظريفه دي كده اهو، حطيناها كده، ومعانا كمان دي مثلا، الوان بقى كلها بترد على بعضها كده وشكلها ظريف. وهي ايه هنتك عليها بالميه بس عشان تثبت على البيضه، ولا بقى الوان صناعيه ولا الوان طبيعيه ولا فرش ولا اي حاجه في الدنيا. وهتلاقي الولاد بقى ايه يقصقصوا ويعملوا البيض الملون بتاعهم، وهتبقى لطيفه. هاتيلهم انت بس كده مناديل اشكالها حلوه. بصوا سيبها هنا كده الميه بس ايه تنشف شويه على البيض. طبعا احنا عامله هنا بقى ايه هي، بصوا قد ايه حلوين قوي، فكرتها سهله ومش لازم انت ابدا اللي تعمليها. هاتيلهم المناديل دي والمقص المخصص ليهم بتاع الاطفال وشويه ميه في طبق، ها، والمناديل دي قصقصوا ويلزقوا بالميه ويسيبوها تنشف. هتبقى البيضه بقى ماسكه نفسها ظريفه، ولما يحبوا ياكلوها ما فيهاش اي ضرر، هيكسروها ويقشروها، المنديل هيتقشر مع قشره البيضه وياكلوها نظيفه وزي الفل ما فيش اي حاجه. يا رب ان شاء الله الفكره الظريفه دي تعجبكم وتجربوها. وجي بقى دلوقتي حان موعد الكوكيز، هنعمل بقى كوكيز يا جماعه فظيعه. واحنا كده قدامنا عندنا فاصل، عندنا فاصل دلوقتي. طيب ماشي، جربوا البيض ده جربوه. عندنا فاصل بسرعه جدا هنروح. طب انا ما ينفعش اقول المقادير بسرعه قبل الفاصل؟ طيب خلاص عشان ما ندخلش البرامج في بعض. حاضر. خلاص فاصل بسرعه جدا وسوف اعود ان شاء الله، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل دلوقتي بقى ايه كوكيز الشوكولاته الملونه بالشوفان، او البونبوني الالوان ده بالشوفان، ظريفه جدا وحلوه قوي، حاجه حلوه برضو الولاد هتعجبهم جدا. نجيب بوله. ما قلتش المقادير. بص الرنجه، الرنجه يا جماعه مخلصه عليا مش قادره اكمل الحلقه. هاتولي سندوتش. طيب كوكيز الشوكولاته الملونه بالشوفان، معايا كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه، تمام، كوبايه من السكر البني. بصي ما عندكيش سكر بني خلاص استخدمي سكر ابيض، عايزه سكر بني على الكوبايه دي حطي معلقه كبيره من العسل الاسود، وقعدي قلبي فيها قلبي فيها كده كتير لغايه لما كل العسل الاسود يختلط مع السكر الابيض فيبقى سكر بني بس كده. فهنحتاج كوبايه من السكر البني ونص كوبايه بقى سكر ابيض عادي، تمام كده. معايا بيضتين ومعلقه صغيره من الفانيليا وكوبايتين من الدقيق، دقيق كيك او دقيق بقى جميع استخدامات يعني مفيش مشكله. ومعايا نص كوبايه من الشوفان، الشوفان اهو موجود عندنا، ظريف بقى جدا وهيدارى كده مع الكوكيز وهيدي قرمشه هيعجب الولاد قوي. ومعلقه صغيره من البيكنج صودا، البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في عجينه الطعميه، موجوده عند العطار وموجوده في اي سوبر ماركت في قسم التوابل، بيكربونات الصوديوم بيكنج صودا. ومعايا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام، معلقه من البيكنج صودا ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، وتقريبا ايه حبه كده كوبايه او اقل يعني حسب ما انت عايزه تحطي الكميه اللي انت عايزاها من الشوكولاته الملونه الظريفه دي بقى عشان شم النسيم يعني. وايه بقى هنحط في البوله؟ اول حاجه كوبايه الزبده بدرجه حراره الغرفه كده اهو، تمام، ومعايا المضرب الكهربائي هطلعه كده جنبي علشان هضرب الزبده الاول وبعدين احط لها السكر البني والسكر الابيض مع استمرار الضرب.
انا ضربت الزبده، السكر البني والسكر الابيض، هحط دلوقتي البيضتين والفانيليا واكمل ضرب. بس كده هاجي بقى على الدقيق، هحط له رشه ملح اهو كده، ونحط بقى ايه البيكنج باودر والبيكنج صودا كده، نقلبهم مع بعض، ونحط كمان الشوفان كده، نقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، وايه واضيفهم واقلب الخليط كله كويس جدا كده بهذا الشكل. الكوكيز دي يا جماعه جميله جدا، جربوها، متاكده انها هتعجبكم ان شاء الله كده. لازم بقى ايه ده البتاعة اتخلعت، معلش اهو دخلتها تاني كده اهو. يلا لا نغيرها بقى، نغيرها بقى، دي هت دي طلعت ها قوي صراحه. خليكي هنا اوعي تفكي انت كمان بقى، ما يصحش كده. نحط كمان دقيق، احنا بنحط بالتدريج ونقلب عشان بس ايه ايدينا ما توجعناش من كتر ايه خليط الدقيق، فنحس كده ايه واحده بواحده يبقى احسن كده. واخر حبه خلاص كمل تقليب لغايه لما الدقيق يختفي تماما كده اهو. وانت بقى ايه قدامك حاجه من الاثنين، يا اما هتحطي كوبايه من الشوكولاته اللي انا بقول لكم عليها اللي هي دي الملونه الظريفه دي، كوبايه في العجينه كده بعد ما خلاص الدقيق كله يختفي تقومي حاطه كوبايه، او لو الكميه اللي عندك مش كبيره زي اللي عندي هنا كده دلوقتي كميه مش كبيره، يبقى انا هحط الكوكيز في الصينيه وهفرد بس ايه الشوكليت الملونه دي على الوش من فوق، فانا هقول لكم ازاي برده دلوقتي. لكن لو انت عندك كميه كبيره تقدري على طول تحطيها مع العجينه في المرحله دي مع كام تقليبه كده ويبقى خلاص. دي كده خلاص يا جماعه عجينه الكوكيز الظريفه جدا، فيها شوفان وهايله. هنعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب صينيه فرن الحلوه دي هنا كده، ونجيب معلقتين زراف. خلي بالك بقى ان الكوكيز دي هتفرش، فلازم تعملي مسافة ما بين كل واحدة والتانية. انا احط مثلا كده واحدة هنا وقدامها كمان واحدة هنا كده، وهنا برضو، يعني ما تلزقيهمش في بعض، خلي بالك عشان ايه لو كانوا قريبين من بعض جدا هتلاقيهم مسكوا في بعض وحصل مشكلة بينهم بقى وكده كده افضل. والشوكولاته الملونه بقى من فوق كده اهو بهذا الشكل الظريف. فطبعا طبعا الولاد هياكلوها هوا، هتعملي بيها قلق بس كده. وهندخلها الفرن، فرن سخن على درجة حرارة 180، هتاخد لها من 10 دقايق ل 12 دقيقة مثلا، مش اكتر من كده علشان ايه ما تتحرقش. هي اول ما تلاقي ان القاعدة بتاعتها من تحت لونت على طول شيليها، يعني ما تسيبيهاش حتى لو الوش طري،
خلي بالك حتى لو الوش طري، لان عاده هيبقى الوش طري وبينشف لما ايه الكوكيز بتطلع من الفرن وتهدى وتبرد كده، فيبتدي يمسك نفسه. انت ايه خلي بالك عشان ما تتحرقش منك. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. بس كده فرن 180 لمدة 10-12 دقيقة بالكتير، اوعي اكتر من كده. وممكن على فكرة الكوكيز دي تشيليها في الفريزر، بس تعملي ايه بقى تبقي ذكية، العجينة بتاعت الكوكيز مش تشيليها كده على بعضها بالشكل ده، هتنشف وتجمد منك وما تعرفيش تاخدي منها كور ولا حاجة. لكن انت ممكن مثلا تبلي ايدك شوية من الزبدة او شوية من الزيت وتاخدي منها كده الكور على قد الكوكيز اللي انت ناوية تعمليها، وتفرديها في طبق تحتيها ستريتش مثلا او كيس بلاستيك علشان تبقى كل كورة من الكوكيز لوحدها، وتغلي فيها وتحطيها في الفريزر. عايزين كوكيز تقومي مطلعاها تاخد درجة حرارة الجو بس شوية كده، تفك شوية من التلج اللي فيها وتدخليها الفرن تستوي عادي، وهتنفش وهتبقى تحفة، وهتبقى أحلى كمان، طعمها هيبقى أحلى جدا من وهي لسه فريش كده. يعني أنا جربت دي وجربت دي طبعا، فبقول لكم يعني. بس كده احنا هنا خلاص الكوكيز اهي معانا، بصوا فرشت، بتبقى فرشة كده اهو، ومن تحت مادام خلاص اخدت لون، يعني حتى كمان دي اخدت لون زيادة شوية، يعني كان المفروض ايه تطلع بدري شوية عن كده، فانت خلي بالك علشان ايه ما تغمقش منك حتى لو لقيتي الوش طري. عادة الكوكيز الوش بتاعها بيبقى طري. وبس خلاص، وعملنا سلطة الرنجة الرهيبة دي اللي عايزة ايه نص رغيف من العيش الحلو ده كده على طول. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. انا عايزة اجيب الرنجة والبطارخ دي احطها هنا معاهم، احطها هنا كده. عايزة اجيب طبق الظريف ده وارص الرنجة معاهم كده فوق، ظريفة كده اهو. هنا بقى كده شوية البطارخ الحلوة دي ممكن برضو ايه احطها كده معاهم كده اهو مثلا، عشان ايه وكل الزيت بالليمون ده ما يتسابش ابدا، ده كده اهو على طول. بس كده نشيل الطبق ده بعيد. خلصنا الحلقة النهاردة، كل سنة وانتم طيبين، عيد ربيع جميل يا رب علينا كلنا، بس الجو يا رب ما يقلبش، وكلوا رنجة وكلوا فسيخ وكلوا اللي انتم عاوزينه، بس ما تدبوهاش قوي لحسن نفطس كلنا. يعني احنا كلنا بنقعد نقول لا والله ده انا هاكل لقمة واحدة بس، وما تفهموش ايه اللي حصل، الوحش اللي جوانا بيهجم وبتبقى ليلة ما يعلم بيها الا ربنا. كتروا من الليمون ومن الخس عشان الدنيا بس ما تضربش معانا، والنبي كله، انا يعني بقول لنفسي كمان الكلام ده، انا بسمعه لنفسي، كله بشويش وايه يعني حبه حبه، مفيش داعي للتفاصة ابدا لو سمحتوا، يعني بعدوا عن التفاصة خالص، خليكوا زيي. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الرنجه وخليناها، وعملناها بالسلطه ظريفه جدا السلطه دي، وعملنا كمان البيض الملون بطريقه ظريفه هتعجبكم قوي بالمناديل، ما فيهاش اي لحوسه ولا بهدله ولا حاجه، كلها قصقصه وشويه ميه وبيض مسلوق. وعملنا كمان الكوكيز اللطيفه ديت بالشوكولاته الملونه علشان اعياد شم النسيم، وكل سنه وانتم طيبين، واستنونا ان شاء الله بكره الساعه 2. باي باي.